بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أخواتي، معكم أخوكم منصف. الموضوع تاع اليوم هو البيرل موربيد. البيرل موربيد كنا مقصرين في لايف مع جماعة خالتي، تفكرت باللي كاين دخل معنا موربي ما شاء الله، موربي محترم الله يبارك، قال لي باللي عندك البيرل موربيد ليامات هادو راهم قاعدين يموتوا منها الفراخ، قاعدين يموتوا منها في عيرة. شيء عجيب بيرل موربيد، وعلى الفيتامينات اللي فيها وعلى القوة اللي عندها بالنسبة لحياة الطائر، قاعدين يموتوا منها الطيور. علاه؟ هي كاينين بعض التجار بداو جدد والله ما على باليش، ما يعرفوش والله ما طالعوش والله، باعوا البيرل موربيد خاوتي على أساس أنها بالك كروكات، شغل مدها ديراكت هكاك، مدها للطير. الطير فضولي، يهز حاجة يلقاها تقرمش شوية، يلقى فيها بنة يوكل عادي، كلاوها كيما هكاك ولا تخدم في البطن تاعهم. خدمت دارت العمل الانتقالي تاعها من مادة تحفظ في التخزين إلى مادة تقدم كأكل. من المادة هذه، الانتقال من المادة هذه للمادة هذه، لازم تبريباريها بالماء. نهار بدات البيرل موربيد تشيع في ليزاني 2014 2015، كي بدات تشيع بداو يديروا تلاين لي فيديو عليها، فرحانين بها، بداو قاعدين يديروا تلاين لي فيديو عليها. انا كنا نتفرجوا لي فيديو تاعها، وش هو الماكله هذه، وكتاش تدخل للجزائر كذا كذا منا، كانوا يقول لك خليها ويتر 8 سوايع في الماء، خليها 8 سوايع في الماء. حنا اللي هنا كي دخلت هنا الجزائري، اللي هنا الجزائري ثاني عنده راي، لقى باللي ساعتين وطلع تكون صالحه للاكل، ديرها ساعتين تصلح عادي. من بعد في نقاش واتصالات مع جماعه اصدقائنا مربين ايطاليين وبرتغاليين يستعملوا البيرل موربيد بزاف، قال لك لا لا، قال لك من ساعتين حتى لتمن سوايع، هي تبريباريها بالماء من ساعتين حتى لتمن سوايع. درك انت كمربي كيف تبريباري البيرل موربيد هذه؟ هضروها قداه المربي، حتى ولو كان ما هضرتهاش انا، هضروها قداه المربي كيف تبريباريها انت. تحط مثلا، تحط 50 غرام تاع بيرل موربيد، 50 غرام تاع بيرل موربيد في اناء، الاناء هذاك يقبل يهز 150 غرام، تزيد 100 غرام تاع ماء، يعني كيلو تاع بيرل موربيد مع زوج كيلات تاع ماء. نظن اللي هنا راهي مفهومه مليح، ماشي كيلو انك تهز فنجان تاع بيرل موربيد ودير زوج فناجل تاع بيرل موربيد، لهنا الكمية تاع الماء راهي تكون زايدة بزاف. هاد الكيلة هادي هي اللي تخليها تمن سوايع. الطريقة تاعي أنا كمربي متواضع، كمربي مازلت قاعد نتعلم من عند خالتي، نبريباريها في الليل توصل 9:30 تاع الليل، معاي طفا الضوء في لابياس ديال الفاج تاعي، نرفد البلوك نوت تاعي ولا الملاحظات اللي غدوه لازم نديرهم باش ما نساهمش. بريباراسيون بيرل موربيد فيها راح بريباري بيرل موربيد على 9:30 ونديها طول الفريجيدار، ونجبد هذيك الباطي توجور اللي خدمناها مع بعضنا في اللايف، نجبد الكميه اللي نحتاجها الصباح ونحطهم قدام بعضهم في الفريجيدار. الصباح عندي وقت انا نوض فيه، الصباح نوض الساعة قبل ما يطلع النهار كيما في صلاة الصبح، كي نصلي ونخلص نهز نخرجهم من الفريجيدار ونخليهم في غرفة مشابهة لدرجة الحرارة تاع الغرفة تاع لابياس ديال الفاش تاعي، ولا نخليهم في الغرفة تاع الطيور. علاه؟ باش يفيكسيو درجة الحرارة على الغرفة هذيك.
ومن بعد نقدمها للطيور في الباطي بأي كمية نحب. نحب نحط 20%، نحب نحط 10%، نحب نحط كيف يسميوها 50%. المهم انه الباطي ما تكونش معجنة بزاف، نحطها مع الباطي ونخلطها مليح. ومن بعد نحب نضيف الكالسيوم، نحب نضيف اي حاجة. ملاحظة، المكملات الغذائية اللي يتخلطوا في الماء كيما الكالسيوليكس، كيما لومنيفيت، كيما المنتوجات تاع فيرسالاكا اللي تخلطوا في الماء، كيما اي منتوج، كيما المنتوجات تاع اوميغا، نقدر الماء اللي مبريباري به بيرل موربيد نحط فيه المكملات الغذائيه، نحط فيه البروبيوتيك اللي تحط في الماء، نقدر نبريباريه بالماء هذا، مليحه بزاف. جاء عندي نقاش ما بيني وبين مربي اتصل بيا، عجبتو الطريقه هذه تاع تبريباري البيرل موربيد في الليل. عاود رد لي قال لي مالا الطعام تاني نبريباري في الليل. قلت له انا وجهة النظر تاعي لا لا. علاه لا لا خويا منصف؟ لانه الطعام يوجد في 5 دقائق، تقدر انت قاعد تخلط في الباطي تاعك الطعام تاعك يوجد، ما كان بريباري في الليل. عندنا فرصه تاع الطعام انه نمدوه للطيور تاعنا طازج، تسمى يقدروا ياكلوا منه اطول وقت ممكن. ملاحظة للطعام، درك راه سخن الحال خاوتي، لي بريباري بالطعام من فوق ساعتين في القفص، اذا كان عاد لا طومبيراتور طالعه راه يبدا يقراص، يبدا يدي تورني. صح احنا بالنسبه لنا نقدروا ناكلوه، بصح بالنسبه للطيور الله اعلم. اما كي تخلط في الماء تحط لي زاسيد اورغانيك، تقدر تبريباري حتى 4 سوايع 5 سوايع خليهم ياكلوا. لي زاسيد اورغانيك في الماء كي تبريباري بهم البيرل موربيد مليحه بزاف كي يسخن الحال. انا مباشره ما يبدا شهر ماي نهز لي زاسيد اورغانيك تاعي، نحطهم كطريقة مستعجلة، يعني في كل محضر يحضر، لأنه الصيف والماكلة تدي تورنا، وهذو هما الأمورات اللي يجيبوا الأمراض الخبيثة. خاوتي نتمنى أنه الموضوع كان مليح، ونتمنى أنه استفدنا من المعلومة هذه. تبقى الملاحظة الأخيرة، لومبالاج تاع البيرل موربيد كاينين 3 امبالاج، كاين امبالاج بيض بلاستيك، وكاين امبالاج شفاف، وكاين امبالاج تاع 9 كيلو. جينيرال مرسومة تاعها في بلاصتها، الامبالاج اللي شفاف يجي شويه رخيص على الامبالاج اللي بلاستيك اللي ماهوش شفاف. تاع 9 كيلو تلاحظوا باللي سومة حجي طايحة جي رخيصة، وتلاحظوا بلي الحبيبة تاعها ماهيش منظمة. كيفاه يعمروا تاع 9 كيلو؟ هي بعد وش هو يختاروا الكاليتي المليحة، يديروها في لومبالاج تاع 800 غرام، والاخرى اللي تجي نعتبروها احنا كيما نقولوا ديشي، يحطوها في تاع 9 كيلو. هي بعد ونفسها ومليحة. هي من الاحسن خليها في الشكاره تاع الكارط اللي عندك، وقفلها مثلا بهذوك اللي يحكموا بهم الكوارط في الجيب تاع الاقميصه. خاوتي وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى اني فدتو استفدت. ما تنساش الاشتراك بالقناه، تفعيل جر الجرس باش يوصلك كل جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.